بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحة 81 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي. أحيط بخط الخارج المناسبة للقسمة في البطاقة. إذن هذه القسمة سوف نحيط خارج هذه القسمة، إذن سوف ننجز هذه العمليات. إذن 67 مقسوم على 9، إذا كان المقسوم عليه تكون من رقم، بداية نأخذ رقم 1 ونقارن هذا الرقم مع المقسوم عليه. إذا كان هذا الرقم يساوي، يعني المقسوم عليه يساوي المقسوم أو المقسوم أكبر من المقسوم عليه، فإننا نكتفي برقم 1، وإذا كان المقسوم أصغر من المقسوم عليه فإننا نضيف الرقم الموالي كما في هذه الحالة. 6 أصغر من 9، إذا نضيف 7. 67 مقسوم على 9. لإنجاز عملية القسمة لا بد من حفظ جدول ضرب الأعداد. إذا ما هو العدد الذي نضربه في 9 ويعطي عدد قريب من 67؟ هو 7. إذن 7 في 6 يساوي 63. 7 ناقص 3 4، 6 ناقص 6 0. إذن خارج هذه القسمة هو 7. إذن سوف نحيط 7. ننتقل إلى العملية الثانية. إذن 88 مقسوم على 5. إذا 8 مقسوم على 5 1. 1 في 5 5. 8 ناقص 5 3، أنزل 8. 38 مقسوم على 5 يساوي 7. 7 في 5 35. 8 ناقص 5 3. 3 ناقص 3 0. إذا الخارج هو 17. سوف نحيط 17. عملية القسمة الموالية. 668 مقسوم على 6. 6 مقسوم على 6 1. 1 في 6 يساوي 6. 6 ناقص 6 يساوي 0. أنزل 6. هنا لا ننزل يعني العدد كامل، ننزل بالرقم، رقم 1. ننزل 6. 6 مقسوم على 6 1. 1 في 6 يساوي 6. 6 ناقص 6 0. ثم أنزل 8. 8 مقسوم على 6 1. 1 في 6 6. 8 ناقص 6 2. إذن الخارج 111. إذن سوف نحيط 111. تسعة وثمانون قسمة على 7. إذن 8 مقسوم على 7 1. 1 في 7 7. 8 ناقص 7 1. أنزل 9. 19 مقسوم على 7 2. 2 في 7 14. 9 ناقص 4 5. 1 ناقص 1 0. إذن الخارج 12. أحيط 12. أحيط بخط الباقي المناسب للقسمة في كل بطاقة. إذن سوف نحيط الباقي. إذن سوف ننجز هذه العمليات. إذن 57 مقسوم على 8. إذن 5 مقسوم على 8 لا يمكن، لأن 5 أصغر من 8 نضيف الرقم الموالي. إذن 57 مقسوم على 8. إذن ما هو العدد الذي نضربه في 8 ويعطي عدد قريب من 57؟ إذن هو 7. 7 في 8 56.
سبعة ناقص ستة واحد، خمسة ناقص خمسة صفر. إذن الخارج سبعة والباقي هو واحد، إذن سوف نحيط واحد. خمسة وستون مقسوم على أربعة، ستة مقسوم على أربعة واحد، واحد في أربعة أربعة، ستة ناقص أربعة اثنان، أنزل خمسة. خمسة وعشرون مقسوم على أربعة ستة، ستة في أربعة أربعة وعشرون، خمسة ناقص أربعة واحد، اثنان ناقص اثنان صفر. إذن الباقي واحد، سوف أحيط واحد. مئة، مئة وثلاثة مقسوم على تسعة، إذن واحد هل يقدر القسمة على تسعة؟ لا، لأن واحد أصغر من تسعة. أضيف الرقم الموالي، عشرة مقسوم على تسعة يساوي واحد، واحد في تسعة تسعة، إذن صفر ناقص تسعة يمكن السلف عشرة وأرد السلف، عشرة ناقص تسعة واحد، واحد ناقص واحد صفر. أنزل ثلاثة، ثلاثة عشر مقسوم على تسعة واحد، واحد في تسعة تسعة، ثلاثة ناقص تسعة يمكن السلف عشرة وأرد السلف، ثلاثة عشر ناقص تسعة أربعة، واحد ناقص واحد صفر. إذن الباقي أربعة، سوف أحيط أربعة. مئتان وسبعة عشر مقسوم على اثنان، اثنان مقسوم على اثنان واحد، واحد في اثنان اثنان، اثنان ناقص اثنان صفر. أنزل واحد، واحد مقسوم على اثنان صفر، صفر في اثنان صفر، واحد ناقص صفر واحد، ثم أنزل سبعة. سبعة عشر مقسوم على اثنان ثمانية، ثمانية في اثنان ستة عشر، سبعة ناقص ستة واحد، واحد ناقص واحد صفر. إذن الباقي واحد، سوف أحيط واحد. J'effectue les divisions suivantes. أنجز عملية القسمة الآتية. إذن هنا يعني مثال ستة وتسعون، فإننا بدأنا بالرقم تسعة. تسعة مقسوم على سبعة واحد، واحد في سبعة سبعة، تسعة ناقص سبعة اثنان، أنزلنا ستة. ستة وعشرون مقسوم على سبعة ثلاثة، ثلاثة في سبعة واحد وعشرون، ستة ناقص واحد خمسة، اثنان ناقص اثنان صفر. إذن الخارج ثلاثة عشر والباقي خمسة. ننجز العملية الموالية. إذن ستة وثمانون مقسوم على ثمانية، نبدأ بثمانية. ثمانية مقسوم على ثمانية واحد، واحد في ثمانية ثمانية، ثمانية ناقص ثمانية صفر. أنزل ستة، إذن ستة مقسوم على ثمانية صفر، صفر في ثمانية صفر، ستة ناقص صفر ستة. إذن الخارج عشرة والباقي ستة. ثمانية وسبعون مقسوم على ستة، سبعة مقسوم على ستة واحد، واحد في ستة ستة، سبعة ناقص ستة واحد، أنزل ثمانية. ثمانية عشر مقسوم على ستة ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، ثمانية ناقص ثمانية صفر، واحد ناقص واحد صفر. الخارج ثلاثة عشر والباقي صفر. مئة وخمسة وتسعون مقسوم على سبعة، نبدأ بالرقم واحد. واحد هل نقسمه على سبعة؟ لا يمكن، لأن واحد أصغر من سبعة. نضيف العدد الموالي، إذا تسعة عشر مقسوم على سبعة. اثنان، اثنان في سبعة أربعة عشر، تسعة ناقص أربعة خمسة، واحد ناقص واحد صفر. أنزل خمسة. خمسة وخمسون مقسوم على سبعة، سبعة، سبعة في سبعة تسعة وأربعون،
خمسة ناقص تسعة لا يمكن، السلف عشرة وأرد السلف. خمسة عشر ناقص تسعة ستة، خمسة ناقص خمسة صفر، الخارج 27 والباقي ستة. وزع سبعة أصدقاء مبلغ 98 درهم بالتساوي فيما بينهم، كم أخذ كل منهم؟ أنجز العملية في دفتري ثم أكمله، نصيب كل منهم الباقي. إذن سوف ننجز عملية القسمة، 98 مقسوم على 7، إذن 9 مقسوم على 7 واحد، واحد في 7 7، 9 ناقص 7 2، أنزل 8، 28 مقسوم على 7 4، 4 في 7 28، 8 ناقص 8 0، 2 ناقص 2 0، إذن الخارج 14 والباقي 0، إذن كل واحد سيأخذ 14 درهما والباقي 0، إذن نصيب كل واحد منهم 14 درهم والباقي 0. قسم نجار لوحا خشبيا قياس طوله 255 سنتيمتر إلى 5 قطع متقايسة، ما هو قياس طول كل قطعة بسنتيمتر؟ أنجز العملية في دفتري ثم أكمل، قياس طول القطعة الباقي. إذن سوف نقسم، إذن 255 على 5، إذن 2 مقسوم على 5 لا يمكن، لأن 2 أصغر من 5، إذن أضيف الرقم الموالي، 25 مقسوم على 5 5، 5 في 5 25، 5 ناقص 5 0، 2 ناقص 2 0، أنزل 5، 5 مقسوم على 5 1، 1 في 5 5، 5 ناقص 5 0، إذن يعني قياس طول القطعة هو 51 سنتيمتر، الباقي 0. أنجز العمليات التالية في دفتري ثم أكمل كتابة معادلة القسمة الإقليدية. إذن سوف ننجز عمليات في يعني في الدفتر. إذن 98 على 3، 9 مقسوم على 3 3، 3 في 3 9، 9 ناقص 9 0، أنزل 8، 8 مقسوم على 3 2، 2 في 3 6، 8 ناقص 6 2، إذن الخارج 32 والباقي 2، إذن 98 يساوي 3 في 32 زائد 2، 106 مقسوم على 4، واحد مقسوم على 4 لا يمكن، لأن واحد أصغر من 4، إذن أضيف الرقم الموالي، 10 مقسوم على 4 2، 2 في 4 8، إذن 0 ناقص 8 لا يمكن، السلف 10 وأرد السلف، 10 ناقص 8 2، 1 ناقص 1 0، ثم أنزل 6، 26 مقسوم على 4 6، 6 في 4 24، 6 ناقص 4 2، 2 ناقص 2 0، إذن الخارج 26 والباقي 2، إذن 4 دائما مقسوم عليه في الخارج 26 زائد الباقي 2، 105 مقسوم على 5،
إذا 105، 105 مقسوم على 5، إذا 1 مقسوم على 5 لا يمكن، لأن 1 أصغر من 5. أضيف العدد أو الرقم، أضيف الرقم الموالي، إذا 10 مقسوم على 5 2، 2 في 5 10، 10 ناقص 10 0، أنزل 5، 5 مقسوم على 5 1، 1 في 5 5، 5 ناقص 5 0، إذا الخارج 21 والباقي 0. إذا 5 في 21 زائد 0، 312، 6. إذا 3 مقسوم على 6 لا يمكن، 31 مقسوم على 6 5، 5 في 6 30، 1 ناقص 0 1، 3 ناقص 3 0، أنزل 2، 12 مقسوم على 6 2، 2 في 6 12، 2 ناقص 2 0، 1 ناقص 1 0، إذا الخارج 52 والباقي 0. إذا 6 في 52 زائد 0، 134 كيلومتر في 6 ساعات، ما المسافة التي قطعها الطائر في ساعة واحدة؟ إذا سوف نعمل عملية القسمة، سوف نقسم 134 على 6، إذا 134 مقسوم على 6، إذا 1 على 6 لا يمكن، 13 على 6 2، 2 في 6 12، 3 ناقص 2 1، 1 ناقص 1 0، أنزل 4، 14 مقسوم على 6 2، 2 في 6 12، 4 ناقص 2 2، 1 ناقص 2 0. نعم، إذا المسافة التي قطعها الطائر في ساعة واحدة هي 22 كيلومتر، وبقي يعني كيلومتران. باعت فلاحة دجاجتين بثمن 72 درهم للدجاجة الواحدة، واشترت بالمبلغ كله 9 كتاكيت. إذا باعت فلاحة دجاجتين بثمن 72 درهم للدجاجة الواحدة، إذا أولا سوف نحسب ثمن الدجاجتين، ثمن الدجاجتين، إذا 72 في 2، 2 في 2 4، 2 في 7 14، إذا 144 درهم. إذا ما هو ثمن الكتكوت الواحد؟ ثمن الكتكوت الواحد إذا 144 مقسوم على 9، إذا 144 مقسوم على 9 14 مقسوم على 9 1، 1 في 9 9، 14 ناقص 9 5 0، أنزل 4، 54 مقسوم على 9 6، 6 في 9 54، 4 ناقص 4 0، 5 ناقص 5 0، إذن 16.
إذا ثمن الكتكوت الواحد هو 16 درهما. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.